جيمي دونالدسون من مواليد 7 مايو 1998، والمعروف على الإنترنت باسم مستر بيست، هو أمريكي على يوتيوب ورجل أعمال وفاعل خير. تعتبر قناته أكبر خامس قناة على يوتيوب، وجمعت أكثر من 96 مليون مشترك و15 مليار مشاهدة، إذ تصل تكلفة إنتاج فيديو واحد له على يوتيوب إلى مئات آلاف الدولارات. وأما مضمون فيديوهاته فمعظمها تحديات وأعمال خيرية، حيث آخر شخص يصمد في التحدي يربح جائزة مالية ضخمة وصلت في إحدى الفيديوهات إلى مليون دولار. ولديه العديد من الأعمال الخيرية، إذ تبرع بالمال والسيارات والمنازل للعديد من الأفراد والمشردين، وبنى أبا روما صالحة للشرب في أفريقيا، ويهتم أيضا بالبيئة، إذ زرع أكثر من 23 مليون شجرة ونظف العديد من شواطئ العالم من النفايات. لذلك يعتبره جمهوره أفضل يوتيوبر على الإطلاق. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة معلومات عامة لدعمي.